يا أهلا، اليوم راح أحضر كرات البشاميل. عندي هنا مكرونة مسلوقة، وعندي هنا البشاميل بيكون قوامه أثقل من المعتاد، وهنا حشوة الدجاج. أول شي راح أضيف البشاميل على المكرونة، وأضيف الأجبان شيدر موزاريلا وأقلبهم مضبوط. بعدها راح أضيف حشوة الدجاج المتبلة ومبهرة من كل شي، وأضفت لها بقدونس. هنا كورتها وأتركها بالفريزر شوي. بعدها أقلبها بالبيض والبقسماط وأحمرها بفرن وقلاية هوم إليك 14، وأضيفها بجهاز واحد. طبعا راح أغرقها بالزيت السبري، بعدها أحمرها مع التحريك، يعني كل شوي أحركها. بعدها راح أضيفها على صلصة البشاميل، وأضيف جبن موزاريلا من فوق، وأرجع أحمرها بالفرن. كذا عندي الكرات جاهزة محمرة تحميرة حلوة. زي ما قلت، لازم كل شوي تحركونها، قوامها لذيذ وطري من الداخل ولا ألذ.